مالك يا رموتي؟ ايه بس مالك؟ امسك نفسك امسك نفسك. ايه؟ انس. ماله انس؟ انس كان مأنس في الطرقة من شوية دلوقتي. انس كان مأنس في الطرقة وقعد باصصلي وعمال يضحك لي دلوقتي اهو. هو مين ده اللي بيضحك يا رموتي؟ انس والله العظيم شايفه قعد ضحك لي وراح ما كان واقف. هو مش واقف دلوقتي. تعالي تعالي للعفريت يعضك. تعالي اقف هنا اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. مفيش حد في الترعه يا رموتي. انا يعني وحيات عهد الله انا شايفه دلوقتي. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام قولا من رب الرحيم. والله العظيم شايفه في عينيا اللي كان هياكلها الجمبالي ديت. لا 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 انت اعصابك تعبان. ادخل يا رموتي. يلا يلا ادخل اوضتك. يلا هخش الاوضه لوحدي. امسك نفسك. امال يا قرموطي؟ عايز امسك نفسي. بتزفلط مني. يلا يا قرموطي يلا ادخل ادخل اوضه. غلط انك تيجي لحد هنا يا قرموطي. غلط غصب عني يا كامل باشا. وافرض حد ما لقيتكوا ومشي وراكوا زي كده. وانت يا مشيره ازاي تطوعيني؟ يا فندم القرموطي هو ما هو لازم تطوعني يا باشا. مش انا كبير القعده برضه ولا انا هفيه يعني. اسمع يا قرموطي، واضح ان انت اعصابك تعبانه من اللي بيحصل حواليك علشان كده بتشوف تهيؤات. يعني انا مجنون يا كامل باشا؟ احلف لك بان انا شفت انست بعناية اللي هتاكلهم ام الخلول دي. عمومي وبعدين معاك يا اخي. والله العظيم شفت انست زي ما انا شايف سعادتك كده بالظبط. واللي غيظني انه كان بيضحك على ايه؟ ما اناش عارف. يا رموتي انست مرمي في المشرحه. لو عايز تشوفه روح له المشرحه علشان التهيؤات تطلع من دماغك. عايز تدخلني المشرحة على رجلي يا كامل باشا وانا حي القرصك. اعمل لك ايه؟ اعمل لك ايه علشان تصدقني؟ وانا اعمل لك ايه علشان تصدقني برضه يا باشا؟ يا اخ قرموطي انت محتاج تنام وترتاح وبكره تبقى زي الفل. يعني انتوا شايفين ان انا اللي بشوفه ده تهيؤات اوهام يعني؟ دي حاجة واضحة زي الشمس يا قرموطي. الجرايم اللي حصلت حواليك والتحقيق والحجز كل ده اثر على اعصابك. أنا فعلا حاسس إن دماغي لسعت. نافوخي بيغلي مني، نافوخي بيغلي مني يا كامل باشا. يا نافوخي ياما، يا نافوخي ياما، يا نافوخي ياما. أخسر أخسر يا قرموطي. أنا لا كنت فاكرك أشجع من كده. ده أنت بتعمل مهمة وطنية لبلدك. كامل باشا مش وقت احضان دلوقتي. مش وقت احضان. ده انت مش عصابتين مافيا اللي بيطاردوك، دول تلاتة. كام يا باشا؟ تلاتة عصابات مافيا بيطاردوني انا يا باشا؟ ايوه مش اتنين يعني. انا ليا طلب عند سعادتك، يا ريت توسع صدرك كده وتنفذه. نعم. الاخ مرعي بتاع الكلمه كان عايز مني 3 كمبيالات، لو حصل لي اي حاجه تبقوا سددهم لي. كده وسعني كده شويه علشان انا حاسس ان مرعي هيشتكيني بال3 كمبيالات وامي ما هتشتكي عشان حتى انت مش مصدقاني يا انسه مشيره. يا قرموطي احنا في نهايه القرن العشرين وكلام عن الخرافات ده جهل. اعمل ايه يا ربي بس عشان يصدقوني؟ طب اكدبي عليا وقولي لي مصدقاك يا ارمط كده ابقى بخدعك. كرمتي كرمتي كلية مهبوشة وصلت. نعم يا ست جود. سهي كرمتي انت عملتي واحدة دي؟ لا تلاتة يا سفاحة النسواق. تلاتة؟ ايوه ان شاء الله. دي حاجات بسيطة كده عقبال ما نقتل عندكم ان شاء الله. اسمعي كرمتي. نعم. انت تيجي معايا حمام سباحة تقعدي معايا تحكي لي وتاخدي حمام شمسة جميلة وتقولي لي من تقطيقة لباي باي. تقطيقة لباي باي؟ لا معلش القرموطي بيه تعبان ومحتاج يرتاح. أنا مش بكلمك أنت. لا. إيه ده؟ إيه ده؟ لا هولع المطعم باللي فيه. اوعي تتكلمي مع السكرتيرة بتاعتي بالأسلوب ده. اوعي تعملي كده. أنا بقول لك يا مدام جول ولعلمك أنا كنت ناوي أروح معاكي حمام السباحة بس ما أناش رايح علشان أنت غلطت في السكرتيرة. معلش إحنا بنتكلم كده يا قرموطي؟
متشكره يا قرموطي. العفو يا حبيبتي، من العتي قبل العين. خلاص انا مغصماكي ومش هكلمك تاني. وانا مش هكلمك ولا لساني خاطب لسانك غير لما تعتذري للآنسة مشيرة. مش هعتذر لك. يلا بينا. هات ايديك ترتاح في دنيتهم ايديا، هات عينيك تسرح في دنيتهم عيني. يا حبيبي تعالى طرارارا يا حمار. بس كده. يا سلام. انا مش حابب المهمة الا عشان التكنولوجيا. حط المفتاح ينور النور، شيل المفتاح يطفي النور. تعالى يا مرعي يا بتاع الكلمة شوف التكنولوجيا. مش يوم ما جبت راديو بحجرين بطارية طرش تقول لي تكنولوجيا؟ ايه التكنولوجيا؟ ربنا يسترها معاك يا قرموطي. مساء الخير. رد لك شويه يا اخوان عشان بس الواحد يريح. يا سب. مساء الخير. اهلا وسهلا. مساء الخير. مساء الخير. طبعا لازم الناس تشوف بعض يقولوا مساء الخير، مش احنا بالليل بقى لازم الناس تقول لبعضها مساء الخير. مساء الخير. مساء الخير اخويا، اهلا وسهلا. ربنا يسترها معاك. الله ياخد بايدي بس احطها على الحيطه دي. مساء الخير. مساء الخير اخويا، اهلا وسهلا. الناس لما تشوف بعض هيقولوا غير مساء الخير. بسم الله الرحمن الرحيم. مشيرة يا مشيرة الحقيقة. في ايه يا قرموطي؟ قتيل رابع؟ يا ست مشيرة، عفريت انست ارنست مشرف عندي في الاوضه. انست تاني يا قرموطي؟ انت محتاج تروح لدكتور. بدل ما تقولي لي روح لدكتور تعالي شوفيه بعينيكي عشان ما تقوليش عليا ان انا مجنون. ماشي يا قرموطي، لما نشوف ايه اخرتها معاك. دايما انت فالحه في طلعتيش طلقه من ساعه ما جينا. اتفضلي يا اختي. ورايا. حاضر يا ست. استرها معانا يا رب. استرها معانا، ده انا غلبان. ايوه ايوه انت كده 100 100. استوفى معانا. طيب حاضر. عينك يا بعدين على رايك هتعملي صياح في المنطقه؟ مفيش حد، اهو الاوضه فاضيه. ده انا شايفه يا ناس بعينيا اللي هياكلها سمك المكرونه قاعد هنا اهو على الكرسي ده اهو. مستر قرموطي. ايوه ايوه، هلوا ورا بعضكوا هلوا. مستر خيري عايزك تقابله ضروري جدا. في العنوان ده. في العنوان ده. العنوان ده. الامر مهم جدا. ان شاء الله. دلوقتي. حاضر. حالا. ها. حاضر. باي باي. باي باي يا اختي، مع السلامه. باي باي، مع السلامه. ايه شغل فرقع لوز ده؟ يلا يلا يا ست مشيره بسرعه يلا. يلا على فين؟ مش ناخد راي كامل بيه الاول؟ كامل بيه ايه؟ ما انا برضه القياده يعني، ولا انا مش مانع لك؟ معلش احنا بنتكلم، بقولها لك اهو يا ست مشير. ده باب الشقه كان مفتوح. لا بقول لك ايه، تعالي نخلع يا ست مشير. استنى هنا، مش ندخل نشوف دي ايه؟ يلا. انت مش موجود ولا حاجه، بس يقولوا لنا علينا حراميه وما ينفعش كده. استاذ خيري. يا استاذ خيري. اهو. ده نايم يا عيني. استاذ خيري. يا حول الله يا رب، تلاقيني يا عيني بيفكر يا عيني في الفيلم الجديد ده. يا استاذ خيري، يا مفكر يا عبقري. استاذ خيري، خش ريح جوه لو في حاجه. استاذ خيري. ايه اللي عاد؟